السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. كما كتشوفوا معايا في هذه السويقة هذه، غادي نشوفوا ان شاء الله الطريقة اللي خدم بها هذا البوان هذا او هذه الغرزة او السويقة. كتجي على هذا الشكل. قرب هنا الكاميرا شوية، شوفوا من الاتجاهات كتجي خفيفة إلاستيك. هيا هذا الوجه ديالها، أو الدار ديالها كيكون على هذا الشكل هذا. كنخدمها بالغرز الفارغة أو بلي جوغ بوان أن جوغي. كتجي زوينة في لي بول صيفيين أو دومي سيزون، يعني الربيع أو الخريف. نقدروا نخدموها بالصوف. انا هنا خدمت ليشونتيون بخيط غليظ وعلى حسب البوان باش يجي بعين، وخدمت برقم 5. بالنسبه لاي وحده بغات تخدم، بغيتو تخدمو صيفي تخدمو بالكوردون. بالكوردون كيجي زوين، البوان كيجي زوين بزاف وخفيف. وبالنسبه للدومي سيزون يعني غتخدموه بصوف رقيق، خيط رقيق لهذا. ومنين نخدمو بخيط رقيق او بالكوردون، البوان ما غاديش يعطينا بهذا الحجم هذا، ولكن غادي يعطينا بحجم شويه صغير. المهم خليكم معايا، ما تنساوش لايك الفيديو واشتراك في القناه بالنسبه للناس اللي اول مره كيشوفوا القناه. ونشوفوا لي شونتيون كيفاش غادي نخدموه. انا هنا عندي غادي نخدم نفس لي شونتيون بخمسه، ما عارفه واش كيبان لكم ولا لا. خمسه الزوقة ديالي كتمشي ثلاثة، العدد ديالي ما يمضرب في ثلاثة زائد غرز الحافة. أنا هنا درت وحدة هنا وحدة هنا. عندي العدد جوج أربعة ستة ثمانية عشرة اثناش أربعتاش ستاش سبعتاش. سبعتاش كنحيد وحدة منها وحدة منها زوج، يبقى خمستاش. خمستاش العدد كيتقسم على ثلاثة. على بركة الله نبدأ بسم الله. عندي هادي ليزيغ ما كنخدمهاش، كنجي كندير هاد الشوتي هنايا وكنخدم كنجمع هاد ثلاثة، هاد ثلاثة هادو كنجمعهم بهاد الطريقة هادي. كندير الشوتي هنايا وكنخدم واحد جوج ثلاثة. كندير هنايا هاد الشوتي أو الغرزة الفارغة وكنجمع هاد الثلاثه بهاد الطريقه هادي. الاول خيط نسحب وندير الغرزه الفارغه، نخدم ثلاثه واحد جوج ثلاثه. ندير هنا هاد الغرزه الفارغه او جوتي ونجمع هاد الثلاثه بهاد الطريقه هادي. ندير الجوتي ونخدم هاد لاليزيار او غرزة الحافة. السطر الموالي غادي نخدم هاد الاولى ما كنخدمهاش، الاول خيط عندي هنايا، ونخدم هادو كلهم لعندي. خدمة سهلة كما عودتكم، يعني ديروا هذا بالنسبة لوحدة مبتدئة تخدموا بكل سهولة. كنستمر نكمل السطر. السطر اللي من بعد احنا هنايا بدينا في هادي، هاد السطر هذا غادي نجيو هنايا هاد اللين الاولى ما كنخدموهاش، كنقلب الخيط. وهاد الثلاثه اللي خدمت هنايا جمعت هادو ثلاثه في الوسط ودرت جوتي هنا وجوتي هنا، غادي نخدمهم عادي.
عندي هنا واحد، جوج، ثلاثة. هاد الثلاثة غادي ندير هنايا جوتي، وغادي نجمعهم كما جمعت هادي، نجمعهم ثلاثة بهاد الطريقة هادي. ندير جوتي دائما كما كنقولكم، ما نرفوش الخيط وما نزيروش باش ما يعذبناش في الخدمة. هاد الثلاثة هادو فين درت هنا جوتي، فين جمعت هاد الثلاثة ودرت زدت واحدة من واحدة منها، غادي نخدمهم عادي. واحد، جوج، ثلاثة. كنجي هنا ندير جوتي، وهاد ثلاثة كنجمعهم بهاد الطريقة هادي. هما مجموعين، كندير جوتي وكنخدم هاد ثلاثة هادو. الظهر غادي نخدم كيما خدمت السطر اللي قبل، السطر الثاني يعني. هذا عندي السطر الرابع، كنجي لهاد العين هادي ما كنخدمهاش، وكنخدم هاد العينين كلهم اللي عندي هنايا. هما لي جوتي اللي لسنا هما هادو، كنخدمهم كلهم اللي عندي هنايا لهاد الجهة. كملنا السطر ديالنا، البوان ديالنا هو هذا. غادي نخدم معاكم هنا باش يبان لنا مزيان. كنجي لهادو ثلاثة، هما عندي هنا ثلاثة، كنجمعهم، كنحيد هاد لاليزيير ما خدمهاش، كندير جوتي هنايا وكنجمع هادو كما جمعتهم في الاول، كنجمعهم في المرة الجوجة. يعني كنخدم ثلاثة بثلاثة، كنجمعهم بهاد الطريقة. كنلوي الخيط، معليش، نعاود نجمعهم هنايا ونسحب، ندير جوتي ونخدم هاد الثلاثة. ها هما هنايا نخدمهم. ندير هنا جوتي ونجمع هاد الثلاثة. كما ما نزيروش خدمة باش منين نجيو نجمعو هاد الثلاثة ما يجيوناش صعاب. ندير جوتي ونخدم هاد الثلاثة، يعني نزيد هنا جوتي ونجمع هاد الثلاثة. كما قلت لكم الخدمة راه سهلة بزاف بالنسبة لوحدة مبتدئة، تخدمها بكل سهولة كتطلع وكتجي زوينة. ندير معكم هاد السطر هذا الاخير لما يدي زعما خدمهاش، ونخدم هادشي كله اللي عندي. هاي الزويقة ديالنا كتجي على هاد الشكل كما كتشوفوا. ها هي كنجيو هنايا كنخدمو هاد ثلاثة ونجمعو هادو، نخدمو هاد ثلاثة نجمعو هادو، كي نعاودو السطر نرجعو السطر في الدار من بعد عاوتاني كنوليو عاوتاني. هادو اللي ما خدمناهمش خدموهم، واللي خدمناهم اللي زدنا فيهم لي جوتي كنخدموهم عادي. وبهاد الطريقة كنحصلو على هاد البوان هذا، كيجي زوين بزاف كما كتشوفوا. كنتمنى باش تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو، ما تنساوش اللايك. بالنسبه للناس اللي اول مره كيشوفوا القناه ينضموا لينا ويسجلوا الاشتراك ويفعلوا جرس باش يتوصلوا بالجديد.
ما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء باش تعم الفائده. كنشكر الناس اللي كتعملني باللايكات، الناس اللي كتعملني بالاشتراكات، الناس اللي كتعملني بالتعليقات، دائما دائما التعليقات المشجعه والمحفزه. كنشكر الجميع، شكرا لكم على المشاهده. الى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد مع زويقه جديده. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.